السلام عليكم وأسعد الله جمعتكم وسائر أيامكم بكل خير في هذا اليوم الفضيل. أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تنسوا في هذا اليوم الفضيل أن تبكروا إلى صلاة الجمعة، ولا تنسوا قراءة سورة الكهف، وكذلك لا تنسوا ساعة الإجابة، ادعوا فيها لأنفسكم ولوالديكم ولمن تحبون، ولا تنسون كذلك من صالح دعائكم. اليوم بإذن الله تعالى مع هذا الصباح الجميل أصحبكم بجولة صباحية ورياضة صباحية ليست فقط للجسم وإنما رياضة للعين، فنحن نمشي في أروقة هذه المدينة الطيبة وفي رحابها، في رحاب مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبإذن الله تكون جولة ماتعة. الآن سننطلق، نقطة الانطلاق من هنا من مسجد الغمامة أو مسجد المصلى، ونتجه بإذن الله تعالى بحدود أو باتجاه مسجد قباء، فنسأل الله التوفيق والسداد، كونوا معنا. طيب، كما ذكرنا لكم من هنا نقطة الانطلاق، وهذه منطقة مصليات الأعياد، وهذا هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله، نحن الآن في الجهات الجنوبية الغربية. طيب، عادة إذا أردنا الذهاب والسير باتجاه مسجد قباء فنسلك طريق جادة قباء، هذا الطريق يوصلنا إلى منطقة واجهة قباء، ثم بعده اتجاه مباشر إلى مسجد قباء، لكن اليوم لعلنا نغير ونتجه باتجاه طريق قربان. سنمشي في طريق قربان ثم نصعد إلى حي البحر حتى نصل إلى مسجد الجمعة وبعده مسجد قباء، فنسأل الله التوفيق والسداد، كونوا معنا. طيب، لعلي أنا كل فترة بسيطة أصور وأقطع، يعني لا نستطيع تصوير المشي بشكل كامل لأنه المشي ربما يستغرق قرابة 40 دقيقة إلى مسجد قباء، فلذلك لعلي أمشي قليلا وأصور ثم أمشي قليلا وأصور هكذا حتى نصل إلى وجهتنا بإذن الله تعالى. طيب، طبعا هذه المنطقة منطقة سوق التمور قديما في المدينة المنورة، لكن الآن أزيل هذا السوق. عندنا في المدينة المنورة سوق التمور في المنطقة منطقة حلقة الخضار موجودة هناك، وعندنا أيضا في منطقة العالية هناك أيضا سوق للتمور لمن يسأل، وهذه هي المنطقة المركزية في الجهات الجنوبية للمسجد النبوي الشريف. انظروا، من هنا انطلقنا وضبطنا ساعتنا حتى نعرف كم المدة التي نستغرقها للوصول إلى قباء. طبعا المسافة ما بين المسجد النبوي الشريف إلى مسجد قباء تقريبا 3 كيلومتر، وهذه يعني جربناها مرارا ربما يستغرق المشي 40 دقيقة. أنا الآن مجرد وصولي إلى مسجد قباء بعدها سأستقل تاكسي حتى يوصلني إلى المسجد النبوي الشريف مرة أخرى. ما شاء الله، هذه هي المدينة، أجمل مدينة في العالم من وجهة نظري. سبحان الله، حصل التفضيل ما بين المدينة ومكة، فقائل يقول بأفضلية مكة وقائل آخر يقول بأفضلية المدينة المنورة. على كل حال، كلهما أو يعني كلاهما مدينتان عظيمتان، لهما مكانتهما القدسية عند المسلمين بلا شك. طيب، نعود إلى المشي ولا نريد الخوض في موضوع الاختلافات، اختلافات العلماء. طبعا هذا كوبري الصافية معروف، هناك واجهة قباء. كثير من الناس للأسف يسأل، حتى إذا كتب على جوجل ماب إذا كتب واجهة قباء لا يوصله إلى هذا المكان، فالمكان معروف. إذا جعلت مسجد الغمامة خلف ظهرك ومشيت عن طريق الطريق الذي أشرت إليه في بادئ المقطع ستصل مباشرة إلى منطقة واجهة قباء، هذه منطقة واجهة قباء. طيب، هذا مسجد عثمان بن عفان ليس له أي علاقة
بالسيرة النبوية، ويعني ليس له أي علاقة، هذا بناء جديد. طيب، أيضا هذا المسجد ذكرنا مرارا أنه ليس له علاقة بالصحابي الجليل بلال بن رباح. هذا المسجد اسمه مسجد بلال أبو العلا. الآن نمشي أسفل كوبري الصافية، وأنا هذا حي العوالي، ومن ضمن حي العوالي هناك أحياء متفرقة مثل حي العزيات سيواجهنا في طريقنا. بعد ذلك عندنا الجهة المقابلة لمسجد بلال بن رباح، حي يعرف بحي المشرفية. حي المشرفية هو أحد الأحياء القديمة في هذا المكان. ما شاء الله، وهذه منطقة مسطحات خضراء وفيها مواقف، طبعا مواقف بأجر. ما شاء الله، كثير من الإخوان مثل الأخ النائم في هذا المكان، ربما هو ليس من المدينة المنورة، هو أتى من أجل الصلاة في المسجد النبوي الشريف، فلئلا يتكلف بموضوع الفنادق يأتي وينام مثلا في هذه الأماكن أو حتى في الساحات، البعض ينام في الساحات، يصلي في المسجد النبوي الشريف ثم يرجع إلى موقعه. يعني ربما تجد هؤلاء أغلبهم من المناطق التي حول المدينة المنورة مثل بدر، مثل ينبع، يأتي فقط من أجل أن يكسب صلاة الجمعة في هذا المكان. فما شاء الله تبارك الرحمن، بارك الله في الجهود وهذه النية الصادقة من بعض الناس، يأتي يعني مسافات طويلة ويتعنى من أجل أن يكسب صلاة واحدة في المسجد النبوي الشريف. جزاهم الله خيرا وكتب الله لهم الأجر. كما ذكرنا لكم، هذا حي المشرفية، هنا فول الأمل، من أحد أقدم محلات أو المطاعم في المدينة التي تبيع الفول. طبعا هنا سوق بلال، وهذه أيضا الساحة كلها مواقف للسيارات. هذه المنطقة هي المنطقة الجنوبية، هذه ربما لا يستقلها أو لا يستأجر بها العوائل، العوائل نادرا ما يستأجرون في الجهات الجنوبية، الغالب يأخذون في الجهات الشمالية، لأن الجهات الشمالية هي أقرب إلى مصليات النساء، لذلك هذه المنطقة الجنوبية غالبا يأخذها العزاب أو يعني الذي لا يحضر معه عائلته، يعني يأخذهم أو يأخذ في هذه الجهات. وهنا أيضا يوجد عديد من الفنادق، ربما البعض يعني لا يستطيع دفع تكاليف كثيرة في المنطقة المركزية فيأخذ في هذه الجهات. هذه الجهات الفنادق فيها تقل عن الفنادق الموجودة في المنطقة المركزية، غالبا المنطقة المركزية أقل فندق ربما ب150 أو حدودها، في هذه الجهات ربما تصل الإقامة في أحد الفنادق الليلة الواحدة مثلا ب80 ريال، فربما تفرق مع البعض، خصوصا من أراد يعني المكوث في المدينة عدة أيام، هذه ربما تفرق معهم. هذه صورة كاملة عن المكان. هنا ما شاء الله، هنا كان مشروع رصف الطريق وقد انتهى رصف الطريق. هنا يعني مدخل لحي المشرفية، إذا واصلنا السير سنتصل بجادة قباء. ما شاء الله، هذه منطقة بعض الفسائل الخضراء. ما شاء الله، هنا أيضا محلات تمور في هذه المنطقة. هذه المنطقة ذكرنا لكم هي منطقة
قربان، شارع قربان. هذا شارع قربان الطالع، وهنا شارع قربان النازل، يعرف أيضا بطريق الأمير عبد المحسن. هنا بعض المحلات التي تبيع الأحذية أكرمكم الله، والشنط وغيرها، وهذه مستلزمات يعني دائما ما يحتاجها زوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا ما شاء الله، الآن البعض من الإخوة يعني من الآن يذهبون إلى المسجد النبوي الشريف، لأنه المسجد النبوي الشريف يغلق الدخول إلى الساحات منذ الساعة 10 صباحا، لأن الوضع يعني لا يحتمل عدد كبير من الناس، فلذلك من الساعة 10 يمنع الدخول. ما شاء الله. طبعا هذا مدخل حي المغاربة، هنا حي المغاربة وهنا طريق قربان، لعلنا نأخذ حي المغاربة. ساعتنا تشير الآن، أو الدقائق المصورة حتى الآن 10 دقائق. طيب، هنا بعض الفنادق في هذه المنطقة، مثل هذا الفندق ربما ب100 ريال الإقامة فيه، وموقعه موقع مميز باعتبار أنه أمام منطقة مطاعم، وهذه منطقة خدمات كثيرة. وهذا سوق الطباخة الذي نمشي بجواره على يسارنا، سوق الطباخة له 40 سنة في هذا المكان، وقبله كان جهة المسجد النبوي الشريف. هذا سوق الطباخة، هذه منطقة المغاربة. ندع الصورة تتحدث. ما شاء الله. طبعا هذا الحي يعتبر من الأحياء القديمة جدا، لذلك كبار السن إذا أحضرتهم إلى هذا المكان فسيتحدثون ويذكرون ذكرياتهم يرونها في هذا المكان. انظر هنا بعض المطاعم في سوق الطباخة، مطاعم أو أكلات شعبية في هذا المكان. لازلنا في حي المغاربة، ولعلنا نخرج بعد قليل إلى حي البحر. طيب، لعلي أنا الآن أوقف التصوير قليلا حتى لا يزيد الوقت، لكن هذه لمحة عن المكان. هنا أيضا يوجد عديد من الكافيتريات بجانب بعضها. هذه المنطقة خدمية بشكل كبير، ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب، سأوقف التصوير حتى أصل إلى جهات حي البحر. لازلت في حي المغاربة. هذه الشجرة جميلة فأحببت أن أصورها لكم. ما شاء الله، اقتربنا من الالتحام بحي البحر. حي البحر طبعا الآن بدايته الآن على يسارنا تقريبا في هذه الجهات، لكن نمشي في هذه الأزقة الجميلة وفي هذه الطرق الرائعة. وأيضا لعلنا نوقف التسجيل قليلا ثم نعود لكم بعد قليل. ما شاء الله، هذا المسجد في آخر حي المغاربة، من المساجد القديمة. صراحة لا أعرف متى تأسيس المسجد أو متى بناء هذا المسجد،
لعل من يشاهد هذا المقطع يدلي بدلوه. انظروا هنا بعض البيوت الجميلة بداخلها أشجار رائعة زينت المكان، وهذه أيضا إطلالة على حي البحر من هذه النواحي. هنا هذا المنزل الجميل يوجد به أشجار جميلة ما شاء الله. طبعا هذا المكان أعيد تعميره ليكون بشكل موحد، الحجارة واحدة مرصوفة بشكل جميل، حجارة الحرة والحجارة البازلتية. الآن نسجل خروجنا من حي المغاربة ونسجل الدخول إلى حي البحر. هذا حي البحر، وأمامنا مباشرة المكتبة العامة بالمدينة المنورة. هذا البناء الكبير هو بناء المكتبة العامة في المدينة المنورة. انظروا هذا المركز، مركز لصيانة السيارات. أتوقع المحل هذا له أكثر من أو يعني عشرات السنوات له. ما شاء الله، انظروا هذه الأبنية القديمة الجميلة لا تزال ملأى بالسكان. لعلنا ننحرف باتجاه اليمين. مسجد قباء في هذه الجهات، لكن لا بأس، أو بهذه الاتجاهات تقريبا. لعلنا ننحرف إلى اليسار حتى نريكم حي البحر بأشارعه الرئيسي ومحلاته التجارية. طيب نغلق التصوير قليلا. وصلنا تقريبا إلى الشارع الرئيسي لحي البحر ما شاء الله. طبعا دائما إذا صورت هذا المكان الجميل فلي فيه ذكريات. فهذا المكان أو هذا الحي هو أول حي سكنت به في المدينة المنورة قبل قرابة 9 سنوات، وتحديدا في هذه العمارة، وقف عبد الشكور بخاري ما شاء الله. هذا وقف خاص لطلاب العلم، جميل ما شاء الله. هنا هذه الخدمات في هذا المكان الجميل، وهذا مستشفى صفا أيضا من المعالم الأساسية في هذا الحي. طبعا هذا الحي مشهور بكثرة المطاعم والكافيتريات وغيرها. ما شاء الله. طيب لعلنا أيضا نوقف التصوير قليلا. الآن ربما وصلنا إلى نصف المسافة تقريبا، انتهينا من نصف المسافة، بقي نصف المسافة. ربما الوقت الآن يعني قرابة 20 دقيقة مع الانعطافات الشديدة، يعني ربما لو كان السير بخط واحد ربما استغرق منا 35 دقيقة ما شاء الله. هذه أيضا نظرة على المكان. سبحان الله، واحد يستشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما قد مشى من هذا المكان، أو أن صحابته الكرام رضوان الله تعالى عليهم. فلعل من رجح أن طريق درب السنة يمر في هذه الجهات تقريبا، فها نحن نمشي في هذا الطريق ما شاء الله. كنت آمل ألا يزيد المقطع هذا عن 20 دقيقة، لكن لعله سيتجاوز قليلا، لكن لا بأس، لأن المشي في هذه الرحاب
لا يمل منه. عندنا من السوبر ماركت المعروفة في المدينة المنورة، هذه التي أمامنا، يعني يشار لها دائما ويستشهد بها، هي والتي بجوارها. سبحان الله، سوبر ماركت يعني، أو يعني مركزين للتموينات بجانب بعضهما، وكلاهما ما شاء الله له امتيازات وله زبائن خاصة، كل واحد فيه ربما مخبز، فلذلك يجذب زبائنه إليه. على كل حال، لعلي أيضا أوقف التصوير قليلا هنا. هذا المركز الكشفي قديما، لا أعرف الآن إذا كان مفتوح أصلا أو غير مفتوح، لكن دائما منظر الخضار يبهج النفس. سأريكم اللوحة المكتوب عليها إنه مركز كشفي، أظنه تابع لوزارة التربية والتعليم أو ما أشبه من ذلك. هذه لوحة المركز الكشفي أو النشاط الكشفي، هذه لوحتهم، وربما هذه اللوحة قديمة جدا. طيب، هذه أيضا إطلالة، شوف انظروا هذه الشجرة ما شاء الله المائلة على العمارة الثانية، ما شاء الله جميلة جدا. طيب، إذا وصلنا إلى نهاية الطريق سيرى أمامنا مسجد الجمعة. مسجد الجمعة قصته معروفة، مسجد بني سالم بن عوف، عندما النبي صلى الله عليه وسلم ترك ديار بني عمرو بن عوف سكان مسجد قباء، مشى وأدركته صلاة الجمعة في ديار أبناء عمومة بني عمرو بن عوف، وهم بنو سالم بن عوف، فصلى الجمعة في مسجدهم أو في موضع ديارهم، وجبر خاطرهم، فكانت أول جمعة أقيمت في المدينة المنورة بعد وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان أول جمعة أقيمت في الإسلام كانت في عهد الصحابي الجليل، أو أقامها الصحابي الجليل أسعد بن زرارة رضي الله عنه وأرضاه. طيب، نقفل التسجيل قليلا. ما شاء الله، شارفنا على الوصول. هنا مزرعة جميلة ما شاء الله بالقرب من مسجد الجمعة، ما شاء الله. أيضا يوجد فيها بئر قديم، دخلت من قبل إلى هذه المزرعة وكنت أكلم العامل عليها، الذي فهمته أن هذه المزرعة المسؤول عنها في الرياض، أو ما أدري يعني هل مالكها الأساسي في الرياض، لا أعلم حقيقة، لكن موقعها جميل ما شاء الله. طيب، نحن الآن شارفنا من الوصول إلى مسجد قباء، لعلي أصور لكم منائر مسجد قباء، ها هي تظهر وتلوح بالأفق، هذه الأربع منائر ما شاء الله، هي منائر مسجد قباء، ومسجد الجمعة سيظهر بعد قليل ما شاء الله. هذا مركز تجاري افتتح حديثا. سبحان الله، الشيء بالشيء يذكر. أنا ذكرت لكم أن سوبر ماركت المغير أو التي بجوارها تتميز ولها زبائن. قبل قليل مرة باص مكتوب عليه
مخبز العماد. فهذه السوبر ماركت تتميز بهذا الخبز، هي التي تستقصب أو تستقطب هذا الخبز الكبير الشامي. هذا هو مسجد الجمعة، مسجد بنو سالم بن عوف أو مسجد الوادي، لأنه يقع على وادي الرانوناء. هناك حي الدويمة أيضا أحد الأحياء التي سكنتها وانتقلت منها مؤخرا إلى حي السلام، ولا زلت أقطن بحي السلام. طيب، هذه موقع ديار بني سالم بن عوف ذكرنا لكم، ما شاء الله. الآن المشروع، مشروع جادة قباء، بقي له الجزئية الأخيرة من هذا المكان إلى نهاية موقع المسجد. لا زال العمل جاري إلى الآن، لم ينتهوا منه بعد، أو ربما بقي جزئية بسيطة في تلك الجهات. طيب، لعلي أيضا أوقف التصوير. بحمد الله وصلنا إلى وجهتنا، وصلنا إلى مسجد قباء. انطلقنا في تمام الساعة 8:25، والآن الساعة 9:06، يعني استغرق معنا المشي 40 دقيقة، 41 دقيقة بالضبط. هذا مع الانعطافات، بدون الانعطافات ربما يتقلص الوقت 5 دقائق فيصبح المجمل 35 دقيقة. نسأل الله التوفيق والسداد للجميع. هنا طريق جادة قباء، نحن أتينا من هذه الجهة، فهذان طريقان تستطيع أن تسلك من خلالهما إلى مسجد قباء. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. طبعا الآن المسجد مقفل، يفتح قبل صلاة الجمعة بنصف ساعة تقريبا. فالآن إن شاء الله سنستقل أحد السيارات ونعود إلى المسجد النبوي الشريف حتى نستطيع إدراك صلاة الجمعة. طبعا لن أستطيع الصلاة في المسجد النبوي الشريف، أصلي بالقرب من المنزل، لأن الرياضة تجعل الجسم يتعرق، فلا بد من الترويش والاغتسال، وهذه أيضا من سنن يوم الجمعة الاغتسال. انظروا هنا ما شاء الله عدد من المبكرين لصلاة الجمعة ينتظرون فتح الأبواب، وأنا أودعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.